هلو حبايبي، شلونكم؟ رمضان كريم عليكم. اليوم راح اسوي لكم وصفة الاسكالوب بالطريقة الصحيحة وبيها لغز. تعالوا نشوف شنو هو اللغز. نجيب سكينة وشوية نحدها زين، نجيب صدر دجاج. راح اسوي لكم اسرع واطيب اسكالوب بحيث بالمطاعم مو هيك، يعني اتمنى تجربون هاي الطريقة. سويته قطعتين، نجيب قطعة ثانية هم راح اسوي قطعتين هذا الشكل. هنا عندي صار جاهز. راح نجيب لايلون اللي هو فالكون، نجيب صدر دجاج نخليه على تخته، ونجيب لايلون نخليه على الوجه، ونجيب سكينة ونقصه، ونجيب المطرقة ونظل ندقدق بيه بهذا الشكل، مو على هاي الجهة على هاي الجهة. تعرفون ليش؟ حتى ما يتدمر عندكم صدر دجاج، ما يتفتت، يصير عندكم قالب واحد. شوفوا بهاي الطريقة، شوفوا شلون طلع، يطلع عندكم قالب واحد ما يتدمر، يعني ما يخرب الصدر دجاج. هنا راح اتبل بالبهارات بهذا الشكل. شوفوا، راح اخلي شويه ملح، شويه زنجبيل، شويه بصل بودره، فدرجتين ثلاثه فلفل اسود. نقلب على الجهه الثانيه وراح نتبله. وخاصه بالرمضان يعني بصراحه اكله خفيفه وسريعه، ما رادلها وقت. يعني كوب حليب تقريبا وبيضة واحدة، أبدي أخلطهم زين بهذا الشكل. شنو هو اللغز حبايبي بالاسكالوب؟ ما حد ما يعرفه بصراحة. أقول لكم يعني خليت زنجبيل وبصل بودرة بالبقسم. بصراحة خليت زنجبيل وبصل بودرة، يعني هاي الطريقة ماكو يعني مطعم يسويها. أتمنى تجربون هاي الطريقة وتعطوني رأيكم. هنا عندي طحين راح أخلي بالحليب والبيض بهذا الشكل، راح ابدي اكبسه بالبقسم. واذا تحبون تسوون مثلا كميه تخلوه بالفريزر عادي، ما علي اي شيء، بس شنو لازم تضلفون كل قطعه واحده حتى ما تلزق عندكم الاسكالوب، اذا تخلوهم سوية يخربون بعدين. هنا عندي زيت، وانا ما خليت زيت هوايه، راح انزل الاسكالوب على نار وسط حتى ما يحترق من برا ومن جوا ما يستوي. شوفوا حبايبي، راح اقلبه على الجهه الثانيه. شوفوا القرمشه ما اقول لكم، يعني شوفوا الخفه، يعني خفيف وقرمشه، فتشي ما اقول لكم. راح اخليه بالطبق، طلع عندي بهذا الشكل حبايبي، والف عافيه.